بالبداية كل موفقية لمجلس محافظة نينوى الجديد بكل مسمياته. احنا بالبداية تكملة المهام لمجلس محافظة نينوى هي الأولوية للأعمار والقضاء على البطالة وتكملة الأمن اللي موجود حاليا في اللي جاي نشوفه الحمد لله في الوضع الراهن، وعلى أن يتجنبوا المشاكل، وأنه لا المشاكل أنه تطغى على الشارع وتنعكس على المواطن. خلينا نكون هسه في البداية نقول أكو مشاكل بيناتهم وجاي، ولكن هذا في التقسيمات والمحاصصات اللي بينهم أنه لا تنعكس على الشارع. من مهام محافظة مجلس محافظة نينوى أن يكون هدفه هو أولا للمواطن وأخيرا للمواطن. المجلس يستمد قوته من بغداد، على المجلس أن يكون كعلاقة قوية ووطيدة مع العاصمة بغداد. احنا نعرف ان عندما يكون مجلس محافظة نينوى بعيد عن القوة والسلطة في بغداد راح يكون غير فعال وغير موصل للخدمات للأهالي في محافظة نينوى ولمحافظة نينوى عامة. نتمنى من مجلس محافظة نينوى ان يكون حقيقة دوره رقابي على المشاريع، كافة المشاريع في محافظة نينوى، أن يكون يضرب بيد من حديد على المشاريع الوهمية والمشاريع الغير مستدامة حاليا في محافظة نينوى. وصيتي هي لمجلس محافظة نينوى، كافي، المواطن تعب، ما أريد مهاترات سياسية، ما أريد مشاكل بيناتكم تنعكس علينا مثل ما نوهت بالبداية. على المجلس أن يكون محافظة نينوى في الصميم، حتى وان كان هنالك مشاريع او قرارات معترضين عليها، وان تكون هنالك ايضا في نفس الوقت جهه معارضه لجهه اخرى، ولكن هذا ان يكون منافسه شريفه ما بين اعضاء مجلس محافظه نينوى. وعلى المجلس ان ياخذ بالاعتبار ان المواطن الموصلي ذكي وجاي فرزن، والتاريخ يكتب للسياسي في محافظه نينوى.